تواصل فرق الطوارئ ومفتشي وزارة التجارة جولاتهم التفقدية على الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية في إطار خطتها الموضوعة للمتابعة الحثيثة على السلع الاستهلاكية قبيل حلول شهر رمضان المبارك. وفي ظل إقبال كبير من المستهلكين على شراء السلع الرمضانية رصد الأسعار ومدى صلاحية المواد الغذائية والالتزام بالتعليمات الصادرة من الوزارة المختصة هو الهدف الأساسي من هذه الحملات التفتيشية. إليكم هذا التقرير. ها نحن على أبواب شهر رمضان المبارك، حيث نشهد في هذه الأيام إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين على شراء السلع الرمضانية. كل ذلك يتم تحت أعين الرقابة من قبل مفتشي فرق الطوارئ في وزارة التجارة والصناعة الذين يواصلون جولاتهم التفقدية. واليوم استهدفت جولتهم محافظة حوالي على الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية. الجولات هذه تأتي من حرص وزارة التجارة والصناعة على استقرار الأسعار وأن توافر السلع الرمضانية، خصوصا في شهر رمضان يصير في إقبال على السلع الرمضانية، ودور الوزارة ومفتشين الوزارة خصوصا قطاع الرقابة أن جولاتهم التفتيشية والتفقدية هذا يأتي من حرص الوزارة وتوجيهات معالي الوزير أن يكون في استمرارية للاطلاع على الزيارات الميدانية للأسواق للجمعيات التعاونية والأسواق الموازية. عمل دؤوب لحماية المستهلك وحفظ حقوقه من خلال رصد الأسعار ومدى صلاحية المواد الغذائية، إضافة إلى عمل الوزارة لتسهيل إجراءات التراخيص لطرح السلع الرمضانية الاستهلاكية. طبعاً إحنا بالوزارة التجارة في إدارة حماية المستهلك حريصين إن على تسهيل الإجراءات التراخيص خصوصاً للعروض والتخفيضات خصوصاً للسلع الرمضانية. طبعاً إحنا من تاريخ 14/3 إلى 8/4 تم إصدار 545 ترخيص ل 4000 سلعة استهلاكية. إحنا نتابع جميع جودات المنتجات من صلاحيات ومن سلع ومن تواريخ، جميعها راح تكون يعني تحت رقابة وزارة التجارة في جميع الأسواق بالتعاون مع مدراء الأسواق. نعم لدينا خط ساخن رقم 135 لاستقبال جميع شكاوي المواطنين في جميع المحافظات. إذن وزارة التجارة بجهود كوادرها هي دائما بالمرصاد لمحاربة أي استغلال قد يطول المستهلك، وذلك بعمل الإجراءات اللازمة. ديما دحدل، تلفزيون دولة الكويت.